هذا وعد وزير النفط الأسبق بحر العلوم أن تأثير انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي على العراق محدود جدا، لأن الصادرات الأخير نحو القارة الأمريكية قليل جدا مقارنة مع صادراته إلى منظومة شرق آسيا. وأضاف بحر العلوم أن ما حصل يكشف لنا عن حقيقة على السياسيين معالجتها، أن ما تم الاتفاق عليه في 9 من نيسان الحالي في اجتماع أوبك بلاس والذي شارك فيه العراق، وتم الاتفاق على تخفيض كميات من النفط بحدود 10 ملايين برميل يوميا، يكشف عن أن هذا بحد ذاته حصل بتأثير أمريكي واضح، إلا أن هذا التوجيه وحده غير كاف لامتصاص الفائض في الأسواق العالمية.